السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي في مطبخ فوفة. إن شاء الله النهاردة الأكلة بتاعتنا بقى أكلة الشتاء، بمناسبة إن الشتاء دخل خلاص وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العدس أو شوربة العدس. المكونات بتاعتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن العدس بتاعنا تقريبا نص كيلو، أنا غسلاه ومصفية من المية، وعندي بصلتين، واحدة متقطعة بالطريقة دي والتانية زي ما هي صحيحة، وعندي شعرية، ممكن تستغني عن الشعرية بلسان عصفور، أو في ناس بتحط شوية رز حسب راحتك انت. وعندي طبعا هتستغربوا، عندي بسلة وجزر، دي طبعا من الحاجات الغذائية المهمة جدا والمفيدة للجسم، فأنا بحطها دايما ويا العدس. وعندي شوية نعناع ناشف، لو عندك نعناع أخضر حطي عود كده، بيدي طعم حلو قوي، وكمان بيقلل لو حصل لا قدر الله انتفاخ ولا أي حاجة. عندي كمان التوابل بتاعتي عبارة عن كركم وكمون والملح، وعندي بصلاية زي ما هي كده، وطماطماية صغيرة، وثلاث فصوص ثوم، ما بكترش في الثوم، حاجة بسيطة كده، ثلاث فصوص بس، وقرن فلفل، يا ريت لو عندك يكون أحمر يبقى أحسن. وعندي بطاطساية صغيرة، طبعا أصغر، ولو في بطاطساية أصغر من كده حطيها، عشان ما تعملش النشا بتاعها وتبوظ في شكل العدس بتاعنا، فاحنا بنعمل بطاطساية صغيرة خالص. ولو كان عندي أنا كوسة كنت حطيت كوسة، لكن للأسف ما عنديش كوسة، أنا بحط عليها كل المكونات دي عشان تبقى وجبة غذائية متكاملة. فتعالوا بينا كده نشوف بسم الله هنعمل الطريقة بتاعتنا إزاي. ادي البسله والجزر بتاعنا، طبعا البسله انا ما جبتش لسه بسله، دي انا حافظاها في الفريزر، فانا هحطها، واحط شويه النعناع، واحط الملح والكركم، مش هحط الكمون دلوقتي، الكمون هخليه في الاخر خالص ماشي، عشان ما يغمق ليش الايه العدس بتاعي. واحط البصلايه زي ما هي صحيحه اهي، والطماطميه برضو هقطعها بس كده تقطيع بسيطه، واحط الثوم، وطبعا احط العدس بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بالطريقه دي. وطبعا انا بغلي ميه على البوتاجاز علشان ايه، احط عليها ميه مغليه، واحاول ان انا ما احطش ميه كتير عشان تغلي معايا على طول، ولو احتجت ميه بعد كده بحط وانا بكمل سواه، لكن ما احطش ميه كتير وهو بيتسلق علشان ايه ما تاخدش معايا وقت في الايه في العمايل. يبقى انا كده حطيت المكونات بتاعتي كلها ما عدا البصلايه المفرومه والكمون والشعريه، ماشي. لسه بقيت المكونات هحطها، هي ادي الطماطمايه هقطعها كده واحطها، وادي البطاطسايه برضو بتاعتي، قلنا ما نكترش في البطاطس عشان ما تعملش نشا كتير في الايه في العدس، وادي قرن الفلفل، ويا ريت لو كان احمر هيديلك لون جميل جدا. وكده بقى هنحط عليها الميه المغليه ونحطها على البوتاجاز تستوي، وهوريها لكم بعد ما تستوي. هذا شكل العدس بتاعنا بعد ما استوى، شوفوا كله مستوي خالص بالطريقه دي اهو، شوفوا البسله والجزر كله مستوي اهو، شوفوا. فاحنا دلوقتي هنضربه في الخلاط ونصفيه بالمصفى، وهرجع لكم بعد ما نصفيه. ده احنا حطينا شويه زيت، هنبدا بقى ان احنا نعمل الوصفه، بقيه الوصفه بتاعتنا اهو بالطريقه دي، وهنحط الزيت بتاعي سخن اهو، اروح حاطه الايه البصل بتاعي يتحمر، كده هديله ايه يعني شويه ان هو يصفر. القوام شايفين القوام بتاع العدس بتاعي، هو شكله في الصوره مش عارفه جاي اخضر ليه، بس هو شكله اصفر خالص وجميل، تقريبا الالوان مش مظبوطه اهو، شايفين القوام. وعلى العين التانيه بقى ايه بحمر البصل، وهكمل لكم تحميرها. البصل بتاعي تقريبا اتحمر، يعني مش اتحمر، هو اصفر شويه اهو، ما بحمروش قوي، يا دوبك يصفر. واروح حاطه الشعريه بتاعتي اللي انا مجهزاها زي ما احنا شايفين كده، ولازم اهم حاجه ان الشعريه بتاعتي تتحمر كويس جدا علشان ما تعمليش تبوظ لي الايه العدس اهو بالطريقه دي. اتحمر اهو تقريبا الشعريه بتاعتي بدات تتحمر، هجيب بقى ايه معلقه زبده حلوه كده
وايوه حطها فيها زي ما انتم شايفين، دي هتدي لها طعم بقى رائع. لسه هنكمل برده تحميرها هي والبصل. اهو كده البصل بتاعي متحمر اهو خلاص، اهو تشوفوا اتحمر بالطريقه دي خلاص. هبدا بقى ان انا احطه على العدس بتاعي، بس ايه اوعوا وشكوا بقى حاسبه، لان طبعا العدس بتاعي على النار الاخر، فايه خلي بالكم وانتوا بتحطوه. اهو شايفين، خلي بالكم اوعوا. شايفين بقى الطشه بتاعت شوربه العدس خطيره بقى، والريحه والطعم ايه حاجه تانيه خالص. وهبدا اهو ان انا اقلبه كويس، واحط شويه الكمون بتوعي اللي انا ما حطيتهمش كده، ايوه، واسيبهم بقى على البوتاجاز يستوى، وهوريكم وهوريهولكم بقى لما نغرفهم. ادي الوصفه بتاعتنا حبايب قلبي خلصت كده النهارده. ادي شوربه العدس زي ما احنا شايفينها، وانا عامله جنبها رز بالشعريه. في ناس بتعمل العدس بتعمله ماسك شويه، مش زي ده، شوفوا كده دون كده ايه شوربه، وعاملين جنبه الرز بالشعريه، لكن في ناس بتعمله ماسك وتاكله بالعيش. ويا رب تكون النهارده الاكله بتاعت النهارده عجبتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب.